اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين. جعفر عبد الجليل احمد محمد ابن الشيخ علي القشعمي، التولد مملكة البحرين، مكان الولادة طبعا مملكة البحرين، ولادتي 13/12 عام 1974. الحالة الزوجية طبعا متزوج ولي 4 أطفال، وإن شاء الله الخامس جاي في الطريق. بدأت بارتقاء المنبر عام 1988 تقريبا. أول قصيدة حقيقة آية حسين ونصابة، قرأت حقيقة إلى الشعراء العراقيين الذين أسمعهم في الكاسيتات، وأول شاعر هو كلمات لي أنا بسيطة يعني، ثم انتقلت إلى الأخ عارف القشعمي. حقيقة رأيت الساحة محتاجة إلى هذه القصائد الحسينية الحماسية، أكثر القصائد قريبة لي وبالذات الحسينية، ويمكن أنتم في نعم في ذاكرتكم سقط الفن. أنت الذي في يقظتي وأحلامي دائما أشوفك خاطرة قدامي، شفتك رقم توه جميع أرقامي، من أكتب اسمك ترتجف أقلامي. هي قصيدة مشتركة مع الأخ المهندس سيد ناصر شرف وبعض الرواديد، تجذر الأصول والمنطقة التي أعيش فيها. هي وليدة اللحظة وقصيدة من الخالدات، كما تشاء أعتبر هذه القصيدة ابنة سقط الفن، هو المجدد في الشعر المنبري في الخليج، هو يوحي على أصالة المنبر. بن فايز هو المؤسس إلى هذا الرثاء في الخليج. كنت أتمنى أن أقرأ قصيدة سمعتها من الرادود القدير الشيخ جاسم النويني، يدار الأطياب جيت بها المصاب، يدار الأطياب جيت بها المصاب، يا دارنا طالت عليك الغيبة، يا دار ريحنا ويا الأهل من طيبة. شعراء كثير حقيقة من العراقيين، وهو الشيخ عبد الحسين أبو شبع. أعتبر أكثر القصائد يعني المشهورات من الحماسيات أخذت مساحة واسعة، ولكن فاقتهم سقط الفن. أكثر شاعر قرأت له القصائد الحسينية والثورية هو الشاعر الأستاذ عارف القشعمي. حكمة: كن حسينيا تستطيع التغيير. اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين.